رجل يربي غوريلا، وبعد 6 سنوات يحضر زوجته لتقابل الغوريلا، وعلى الرغم من التحذيرات إلا أنها تقترب منها. دانيال أسبينول هو مليونير وشخص محب للحياة البرية جداً، وقد اهتم باثنين من الغوريلات منذ أن كانوا رضع، وقد سماهم إيما وجيلتا. لقد كانوا صغيرين وعديمي الخبرة ليتم تركهم في البرية وحدهم، وفعل دانيال كل شيء للاعتناء بهم. وأخيراً بعدما أصبحت الغوريلات بعمر 12 عاماً، قام دانيال بإرسالهم إلى البرية، فلديهم الحجم والمعرفة والمهارات اللازمة للاعتناء بأنفسهم. وقد شعر دانيال بالحزن الشديد عندما حان وقت تركهم يذهبون للبرية بعد أن رباهم 12 عاماً، وعزاؤه الوحيد كان أنهم ما زالوا يملكون بعضهم البعض. دانيال يمتلك مؤسسة تعمل على حماية الحياة البرية تسمى إسبان أول فاونديشن، وعلى مدار السنوات عمل مع مئات الغوريلات المصابة أو اليتيمة أو التي تم إنقاذها من الصيد، وأسس مؤسسته هذه ليتأكد أن هذه المخلوقات تحصل على الرعاية المناسبة. ومنذ اليوم الذي ودع دانيال أصدقائه الغوريلات لم يتمكن من نسيانهم من عقله، ولكنه يعلم أن عليه أن يستمر في حياته. بعد عدة سنوات قابل دانيال فتاة أحلامه، كان اسمها فيكتوريا، وتزوج الاثنان بعدها بفترة قصيرة. ولكن بعد مرور 6 سنوات رغب دانيال في الاطمئنان على الغوريلات، وأرادهم أن يقابلوا زوجته. ونتيجة لعمله مع الغوريلات لسنوات طويلة تعلم منهم كما تعلموا منه، وقد تعلق بالغوريلات خاصة إيما وجيلتا. وعندما قرر العودة للاطمئنان عليهم قرر إحضار زوجته معه ليتعرفوا عليها، إلا أنه شعر بالقلق لأنهم لا يعرفونها. لم يكن يعرف كيف سيكون رد فعلهم تجاه شخص غريب عن منطقتهم، وبعد التفكير كثيراً قرر أن يأخذ زوجته معه. وكان على الزوجين عبور نهر مليء بالتماسيح من أجل الذهاب إلى الغابة التي تعيش فيها إيما وجيلتا. ولكن فيكتوريا لم تكن خائفة على الرغم من أنها لا تمتلك خبرة كافية للتعامل مع الحيوانات، إلا أنها تعاملت مع الأمر بصورة جيدة جداً. ومع الاقتراب أكثر من الغوريلات أصبح دانيال يخاف على سلامة فيكتوريا وعلى سلامته هو. وعلى الرغم من أنه رب الغوريلات إلا أنه نسي أنها حيوانات برية وقد لا تتقبل الأغراب في منطقتها، حتى أنه لم يكن متأكداً من أن الغوريلات ما زالت تتذكره. فقد مرت 6 سنوات منذ أن رب الغوريلات، والغوريلا قوية وكبيرة ومن الممكن أن تكون عنيفة جداً، ويجب على دانيال وفيكتوريا الاقتراب منهم بحرص لو كانوا يرغبون في تجنب أي هجوم من الغوريلا. عندما وجد دانيال أخيراً إيما وجيلتا عرفوا على الفور من يكون، واقتربا منه لإظهار الحب واحتضناه. وعلى الرغم من عناقهم له إلا أنه كان قلقاً من تقبلهم لفيكتوريا، فهي لم تكن موجودة في حياته عندما رب الغوريلات، فبالتالي لا يعرفون من تكون. ولكن ما أثار دهشة الجميع أنهم استقبلا فيكتوريا بحب، وجلسوا بجانبها وعانقوها وعبثوا بشعرها الأصفر الطويل. وشعر دانيال بالسعادة الكبيرة لتقبل أصدقائه القدامى لفيكتوريا، وقد وجدت فيكتوريا الحيوانات مذهلة وكانت سعيدة للغاية لمقابلتها لهم. يعتقد الكثيرون أن الحيوانات التي قد تحب البشر هي القطط والكلاب فقط، ولكن إيما وجيلتا يمنحون دليلاً على أن هذا الأمر غير صحيح. إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا الضغط على إعجاب والاشتراك في القناة إن لم تشتركوا بعد. اترك لنا تعليقك في الأسفل عن انطباعك عن هذه القصة. إلى اللقاء في الفيديو القادم.